قال ما هو الهجر وما هو مفهومه وما طريقه والأدلة الثابتة عليه ومن من الناس يجب علينا هجرانه وجزاك الله خيرا. طيب موضوع الهجر، الهجر هو الابتعاد، وانت لما تهجر انسان او تهجر فعل اي تبتعد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هجر ناس وربنا امر بالهجر واهجرهم هجرا جميلا، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة لما أخطأوا، هجرهم فترة بتاعت 50 يوم حتى نزلت توبتهم من الله سبحانه وتعالى. والهجر عندنا اليوم أنواع، العلماء قالوا النوع الأول من أنواع الهجر هجر أهل البدع الداعين إلى بدعهم، يعني لو في إنسان زول داعي لبدعة وفكر منحرف، فكر صوفي، أخو مسلم، داعش، أي فكر من الأفكار المنحرفة، ده الواجب عليك تهجره، يعني شنو؟ تبتعد عنه، ما تسمع له ولا تجالسه ولا تحضر له محاضرات ولا تتخذ لك صديق. الواجب عليك شنو؟ تبتعد عنه تماما. طيب النوع الثاني من أنواع الهجر هو هجر أصحاب المعاصي والمنكرات، يعني عندك صحبانك واحدين بتاعين سجاير وبتاعين بنات وبتاعين حركات كده وهناي، ديل انت الهجر هنا العلماء قالوا مربوط بالمصلحة، في مصلحة من انك تكون صاحب ليون ولا ما في؟ لو اولا انت خفت الناس ديل خطيرين، يعني بيشربوا البنجو كده وسوق البنات وكده اشياء زي دي، وانت خايف تشرب معاهم كويس، وانت لو نصحتهم ما بيستفيدوا منك، فديل انت تبتعد منهم لانه ده هجر وقائي، توقي نفسك من الشر، تبعد منهم تماما. وده جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث كلكم يعرفه. فده الجليس السيء الانسان يبتعد عنه ويحذر منه. لكن من بعض اصحاب المعاصي من فيه خير وانت ترجو بجلوسك معاه انك تاثر عليه، النوع شنو؟ مثلا تلقاهم بيشربوا السجاير وكده وبيعملوا الاشياء الحرام، لكن لما تجي انت بيحترموك ويقول لك هو مولانا جاي يا اخي، اعملوا حسابكم مولانا جاي كان شايل سيجاره بيطفيها وبيقعد كده وبيحترم نفسه ويحترموك انت وبيقدروك وبينتفعوا من جلوسك معاهم. في الحاله دي العلماء قالوا هؤلاء وصلهم اولى من هجرهم لانه بينتفعوا منك. نوع اخر حتى من المتأثرين بالأفكار الهدامة، ناس متأثرين هم تبع ساي، ما ناس أصحاب فكر، واحد متأثر بالشيوعيين أو متأثر بالصوفية، متأثر بالإخوان المسلمين، لكن أنت تحسب زول طيب فيه خير ممكن ينتفع ويستفيد. العلماء قالوا كما ذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، قالوا هذا وصله أولى، ما تهجره لأنه بيستفيد منك وينتفع منك، يسمع منك كلمة طيبة، يسمع منك حديث، يسمع منك آية يهتدي بيها، فده وصل أولى ما لم تشعر بالخطر. أول ما حسيت بأنه جاريك معاه وانت ماشي معاه في الفكر بتاعه أو يجرك لأنك تقع معاه في المحرمات، يبقى ده لابد تبتعد منه. فإذا يا أخوانا الهجر عندنا فيه تفصيل، أما لو زول داعية بدعة وداعية شر ده هجره باتفاق العلماء ما فيه نقاش، ذول داعي عديل للبدع والشر خلاص ده هجر واجب باتباع بإجماع العلماء ويبتعد عنه.